إن صلاح أي مجتمع على العموم يرتبط بجهاز العدل وحقوق الناس خاصة. وعلى رأس المؤسسات التي تسهر على إقامة العدل هناك جهاز القضاء، لأن القضاء يلعب دورا هاما في الدولة، بل ويعتبر أحد ركائزها، حيث تعتبر السلطة القضائية أحد مقومات الدولة جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. يكمن دور القاضي الأساسي في تطبيق القانون، ويتم ذلك وفق أسس ومعايير محددة في أماكن معينة كالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكم الأسرة وغيرها. من بين المهام الأساسية التي يقوم بها القاضي أنه يفصل بين الناس في الخصومات ويشرف على إقامة العدل، وذلك من خلال تطبيق الأحكام القانونية التي يصدرها، كما يقوم بترأس جلسات المحاكمة ويستمع إلى مرافعات المحامين وأقوال المتقاسمين والشهود، ثم يقوم بفحص الأدلة والبيانات ويصدر أحكاما مبنية على القوانين المعتمدة. ومن بين القوانين التي يعتمد عليها القاضي في عمله هناك القانون المدني، القانون الجنائي، قانون السير، القانون التجاري، نزاعات وحوادث الشغل، مدونة الأسرة، القانون العقاري وغيرها. لعل من بين أهم ما يميز القاضي هناك أمور كالحصانة القضائية والراتب العالي وكذا السلطة المخولة إليه، لكن وبالمقابل هناك جملة من القواعد والسلوكيات تحكمه طيلة حياته المهنية وتقيد حياته الشخصية، هذا نظرا لخطورة منصبه وطبيعة عمله. هناك عدة أنواع من الأنشطة يمنع على القاضي القيام بها، نذكر منها: أن يجمع مع وظيفة القضاء وظيفة أخرى، أن يتوسط لدى أي قاض آخر حول قضية منظورة لديه، أن يقبل أي تدخل من أي جهة كانت في عمله مهما كانت الظروف والأسباب، يمنع عليه الانتماء إلى أي حزب أو أي جمعية سياسية أو جهة، يمنع عليه قبول أي هدية كيفما كانت من أي أحد كيفما كان، وذلك تفاديا للشبهة، كما يمنع على القاضي إفشاء أسرار الدعاوى والقضايا التي ينظر فيها، وذلك قبل صدور الحكم النهائي فيها. يتوجب كذلك على القاضي أن يتصف بمجموعة من المواصفات، كأن يحد من مشاركته بالمناسبات الاجتماعية، وأن لا يخالط الناس بشكل كثيف، لأن ذلك قد يؤثر على عمله القضائي ويسبب له في شبهة، كما يتوجب عليه أن يقيد علاقته مع المحامين أو مع الأشخاص الآخرين الذين يعملون بالمحاكم، ويقف على نفس المسافة من الجميع من أجل ضمان الحياد وعدم التحيز. من أجل بلوغ سلك القضاء والوصول إلى مهنة القاضي، يشترط على الشخص الراغب في ذلك أن ينجح في مباراة خاصة بالملحقين القضائيين، وذلك وفق معايير وشروط متعددة نذكر منها: الحصول أولا على شهادة الماستر والتي يحددها القانون نوعيتها وكذا المدة اللازمة للحصول عليها، يتم تكوين القضاة لمدة سنتين من التكوين، وذلك بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بالإضافة إلى تدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية وكذا المصالح المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.